مدارس الطالب الذكي، القرآن حياتنا، نحو جيل إسلامي أمثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، طلاب الصف السابع، حياكم الله في درس جديد من دروس لغتنا العربية، وهو درس المفعول به. إذن درس جميل وجديد من كتابنا المقرر وهو المفعول به. لاحظ معي عزيز الطالب، نستذكر سوية الجملة الفعلية، مما تتكون من الفعل والفاعل كما مر معنا. مثالها: آمن الناس بدعوة الرسل. الجملة الفعلية إذن تتكون من الفعل والفاعل وتتمة الجملة طبعا، ولكن الركنان الأساسيان هما الفعل والفاعل، وهناك تتمة للجملة. هذه الجملة: آمن الناس بدعوة الرسل. أين الفعل في هذه الجملة؟ الفعل هو أحسنتم، آمن. أين الفاعل؟ طبعا ما الذي آمن بدعوة الرسل؟ هم الناس، أحسنتم. إذن لاحظ معي، هذه الجملة تكونت من فعل وفاعل. هل اكتفى الفعل آمن بالفاعل؟ نعم اكتفى. هل احتاج إلى مفعول به في هذه الجملة؟ لم يحتاج. إذن هذا نسمي هذا الفعل مراجعة. طبعا راجعنا نحن الفعل، لاحظ معي استذكر، ماذا نسمي هذا الفعل؟ أحسنتم، نسميه فعل لازم. الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي بفاعله. إذن الفعل الذي يكتفي بفاعله هو الفعل اللازم، والجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل زائد تتمة الجملة. الآن لاحظ معي عزيز الطالب، كتب الطالب الواجب. أين الفعل في هذه الجملة؟ الفعل كتب. أين الفاعل؟ الفاعل هو الطالب. طيب سؤال، الفعل كتب هل اكتفى بفاعله؟ انظر، كتب الطالب الواجب. نعم لم يكتفي، لم يكتفي، أحسنتم. إذن الواجب هنا ما إعراب الواجب؟ إذن أحسنتم مفعول به. إذن هنا الفعل لم يكتفي بفاعله، لم يكتفي بل احتاج إلى المفعول به. إذن نسمي هذا الفعل أحسنتم فعل متعدي. الفعل المتعدي هو الفعل الذي لا يكتفي بفاعله بل يتعداه إلى المفعول به. إذن أنواع الفعل: أحسنتم فعل لازم وفعل متعدي. الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي بفاعله، بينما الفعل المتعدي هو الفعل الذي لا يكتفي بفاعله بل يحتاج إلى المفعول به. لاحظ معي عزيزي الطالب، الآن شرح المعلم الدرس. أين الفعل في هذه الجملة؟ الفعل أحسنتم شرح. أين الفاعل؟ الفاعل المعلم. هل اكتفى الفعل شرح بالفاعل؟ أكيد لا، لم يكتفي طبعا. إذن ماذا احتاج؟ احتاج إلى المفعول به وهو الدرس. إذن هذا الفعل نسميه فعل متعدي. جملة أخرى: يعالج الطبيب المرضى. انظر هذه الصورة أيضا، يعالج. إذن يعالج الفعل فعل مضارع مرفوع، الطبيب أحسنتم فاعل، والمرضى مفعول به منصوب. إذن أيضا الفعل هنا فعل متعدي لم يكتفي بفاعله. أدى الرجل الصلاة. أدى الرجل الصلاة، أين الفعل؟ أدى، أحسنتم. أين الفاعل؟ الفاعل الرجل. أين المفعول به؟ المفعول به هو الصلاة. إذن نستنتج أن الفعل هنا لم يكتفي بفاعله بل احتاج إلى المفعول به. إذن المفعول به، ما هو المفعول به؟ ما هو المفعول به؟ هو اسم منصوب يدل على ما وقع عليه فعل الفاعل. إذن المفعول به هو اسم منصوب يدل على ما وقع عليه فعل الفاعل. طيب، سمع الرجل صوتا. في هذه الجملة الأولى أين المفعول به؟ أحسنتم هي صوتا. كيف جاء المفعول به؟ هل جاء اسما ظاهرا؟ أحسنتم جاء اسما ظاهرا. يحث الخطيب المصلين. أين المفعول به في هذه الجملة؟ أين أحسنتم المصلين. كيف جاء؟ أيضا اسما ظاهرا. يجمعنا إذا اختلفنا بلاد. يجمعنا المفعول به طبعا هنا لم يأتي اسما ظاهرا، لاحظ يجمعنا جاء ضمير متصل والنا. إذن ضميرا نوعه ضمير متصل. المسلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. إذن أين المفعول به في هذه الجملة؟ أحسنتم هي الضمير الهاء، الضمير المتصل الهاء. هل جاء المفعول به اسما ظاهرا؟ بالطبع لا، جاء ضميرا متصلا. ماذا نستنتج؟ هل يأتي، كيف يأتي المفعول به؟ ماذا نستنتج؟ إذن نستنتج أن المفعول به يأتي اسما ظاهرا ويأتي ضميرا متصلا. الآن نتابع، تصفح الطالب شبكة المعلومات. إذن الفعل تصفح، الفاعل أحسنتم الطالب.
أين المفعول به؟ المفعول به هو شبكة، أحسنتم. أيضا مثال آخر، نالت المتسابقتان الجائزة. الفعل نالت، الفاعل المتسابقتان، المفعول به الجائزة. أيضا أخبرته بالأمر، أين الفعل؟ أخبر. أين الفاعل؟ التاء ضمير متصل، أخبرته، أنا تاء الفاعل المتحركة. أين المفعول به؟ أحسنتم، هي الهاء، هي الهاء ضمير متصل. لاحظ المفعول به جاء، جاء هنا اسما ظاهرا، أيضا هنا اسما ظاهرا، وهنا جاء ضميرا متصلا. إذن نلاحظ أن المفعول به يأتي، يأتي المفعول به اسما ظاهرا، مثاله رأيت الحادثة في الطريق، أين المفعول به؟ الحادثة، أحسنتم، اسما ظاهرا. ويأتي أيضا ضميرا بارزا متصلا، مثاله سمعته يتكلم بحذر، أين الضمير المتصل؟ أين المفعول به؟ هو الضمير المتصل الهاء، الهاء. إذن الآن نشاط، حدد المفعول به للأفعال الملونة في الجمل التالية: حفظت كتاب الله، نصرهم الله على أعدائهم. أيضا هناك جملة: نستغفرك يا رب فاغفر لنا. أين المفعول به لهذه الأفعال؟ أين المفعول به؟ في الجملة الأولى حفظت كتاب الله، أحسنتم، كتاب هو مفعول به، طبعا نوعه اسم ظاهر، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الآن نصرهم الله، أحسنتم، الهاء هي المفعول به، ما نوعها؟ أكيد ليست اسما ظاهرا، هي ضمير، ضمير متصل. نستغفرك، أين المفعول به؟ أين المفعول به في هذه الجملة؟ المفعول به هي الكاف، أحسنتم، وهي ضمير متصل. إذن حفظت، نعرب حفظت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، كتاب مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نصرهم، نصر فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، والهاء ضمير متصل مبني على الضم، نصرهم في محل نصب مفعول به، الله فاعل. نستغفرك، نستغفر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. لاحظ المفعول به أيضا يأتي هنا كما لاحظنا، يأتي اسما ظاهرا ويأتي ضميرا متصلا بارزا، أحسنتم. الآن نشاط بيتي، وهو سؤال جميل نراجع من خلاله الفاعل والمفعول به. استخرج من الفقرة التالية كل من الفاعل والمفعول به: رسمت غدير شمسا زرقاء وسماء صفراء وحقلا أحمر، سخرت الشمس الزرقاء من غدير ولامتها واغتاظ الحقل الأخضر فاتهمها بالجهل. إذن نريد استخراج الفاعل والمفعول به من خلال هذه الفقرة الجميلة. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا واستفدتم. نترككم على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.